Thank you.
هذايا الفيديو رقم 2، الفيديو رقم 1 هذا تكمل الفيديو رقم 2، تكمل الفيديو رقم 1 اللي سجلته، معناها نحكي على السيد رئيس الجمهورية الفرنسي الحالي والبطلة، معناها الأستاذة نتاعو اللي علمته البحث، اللي علمته الثقافة العامة العلمية، اللي علمته الثقافة، واليوم أصبحت السيدة الأولى لجمهورية فرنسا، وهو السيد الأول لجمهورية فرنسا، والجميع اثناني في قصر الإليزي الذي لم يستطع الشيطان اللعين أن يدخل إليه ما دام هما موجودان وساكنان في قصر إليزي بباريس. باريس عاصمة فرنسا، الجمهورية الفرنسية، وهي باريس مدينة الأنوار العالمية. به في الفيديو الأول اللي صورته عنوان ديو أيمي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز إي سا فام. نعاود العنوان في الفيديو الأول، عدد واحد اللي صورته عنوان ديو أيمي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز إي سا فام، وهذا الفيديو رقم 2 تكملة. به يقول القائل فهمني علاش، لأن الله سبحانه وتعالى أحبهما جميعا، وقد نقول أحبهما جميعا ما قلتكم، قوة خفية قاهرة تدفعني من مخي بقلب رأسي، ما نعرفش، نور من الله سبحانه وتعالى هو دفعني، لكن معناها الشيء اللي قمت به هذا معناها رغم معناها إرادة، معناها رغم الإرادة تاعي، رغم أنفي، لأن هناك قوة قاهرة معناها جبارة دفعتني بأن أقوم بهذا. علاش قمت بنقول هذا؟ لأن السيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي اللي هو بقصر الإليزي بباريس الجمهورية الفرنسية دافع عن آخر ونقول عاود آخر كوكب الأرض الحالي، دافع عن آخر كوكب الأرض الحالي، ونعاود دافع عن كوكب الأرض الحالي، لأنه يعرف هذا الكوكب هو الأخير بالنسبة لله سبحانه وتعالى في منظومة كوكب الشمس الحالي، في منظومة كوكب الشمس الحالي رقم 1. بعد مانيش نعلم حتى شيء، لأني نعرف إيش مش يصير لو ما يوقعش، معناها حماية هذا الكوكب الأرض الحالي بحمايته، معناها من حيث معناها البيئة الخضراء بالأشجار الخضراء، ونعرف سيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي يدافع بدفاعا شرسا وقويا عن هذا الكوكب الأرض الحالي الأخير، وخاصة لما هاجم رئيس جمهورية دولة البرازيل اللي فيها غابات الأمازون اللي قاعدين معناها يحرقوا فيها، وما يعرفوش ما معنى غابات الأمازون مع غابات في قلب القارة الإفريقية. الغابات الخضراء هي اللي هي الميزان العادل من الله سبحانه وتعالى ليبقى كوكب الأرض الحالي في مداره الحالي 100%، وينقذ معناها الإنسان والإنسانة وجميع الحيوانات الموجودة بهذا كوكب الأرض من الهلاك، ومن الهلاك نهائيا، لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا، بل الإنسان والإنسانة هم يتحملوا المسؤولية، الإنسانة وخاصة أصحاب السلطة السياسية العليا كالسيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي، والسيد رئيس البيت الأبيض بواشنطن للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ملكة إليزابيث ملكة معناها بريطانيا العظمى، وكل الدول معناها الموجودة على كوكب الأرض، يعني رؤساء الدول اللي معناها يحكموا ويقولوا معناها بالسلطة السياسية العليا في دولهم. ما يهمنيش يكون ملك ويكون معناها سلطان، يكون أمير، يكون رئيس جمهورية، معناها ماذا كل ما يدخلش، ماذا كل الله سبحانه وتعالى ما يعنيش، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الحرية الكاملة للإنسان، والإنسان بأن يكون نظامهم السياسي السلطوي أحرار. لكن ردوا بك العبادة الأديان كاليهودية والمسيحية والإسلام
مسالم بالطبع بالسلم، ما عندهمش دخل بتاتا، ما عندهمش دخل بتاتا في السياسة السلطوية العليا، ما عندهمش دخل بتاتا في السياسة السلطوية العليا اللي تنظم كرئيس الجمهورية الفرنسية الحالي وملكة بريطانيا الحالية ورئيس البيت الأبيض، معناها بايدن رئيس البيت الأبيض بواشنطن للولايات المتحدة الأمريكية وكل رؤساء دول العالم بما فيها الجمهورية التونسية الحالي اللي أنا أنتمي إليه. الصور اللي تروا فيها هذه معناها وقت كنت صغير، معناها هذه معناها غابات وجبال وبديان والمائية بولاية سوق الأربعة اللي كانت أصبحت الآن ولاية جندوبة وقيادة سوق الخميس اللي أصبح الآن معتمدية مسالم، يعني ولاية جندوبة بأكملها ثم ولاية باجة بأكملها. معناها باش تعرفوا علاش الله سبحانه وتعالى خالق الكون بأجمله أحب حبا جميلا وحبا كبيرا رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي، وبالطبع رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي علمته الثقافة العامة العلمية العلمية البحث العلمي السيدة الأولى الحالي زوجته، وهاكم توتراو كيفاش معناها يقبل فيها من فمها، وذاك حلال من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى معناها أمر بأن يكون هذا الحب بين معناها السيدة الأولى الفرنسية والسيد الأول السيد رئيس الجمهورية الفرنسية، بأن يكون هذا الحب مبني على الحب الجميل، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال من كل الأنواع والأصناف في كوكب الأرض من غابات وأزهار ومياه ومحيطات مائية وأنا وكما نقولوا بحار كالبحر الأبيض المتوسط مثلا والمحيط الأطلس والمحيط الهندي والطبيعة الخضراء الجميلة والحيوانات الجميلة تعيش فوق كوكب الأرض الحالي، معناها باش تعرفوا الله سبحانه وتعالى يحب الجمال. وذاك علاش الله سبحانه وتعالى أوصى آدم لما آدم وحواء في الجنة عايشين، بمعناه يقولك في الجنة وعايشين مع الله سبحانه وتعالى مع الجنة، لكن الشيطان مش عايش معه. لما طلب الله سبحانه وتعالى من الشيطان اللعين بأن يحيي آدم اللي خلقه من تراب أو طين، فقال لما عصى الشيطان اللعين الله سبحانه وتعالى قال له كيفاش نحيي آدم صنعته علميا من طين معنى من تراب، وأنا الشيطان اللعين من نور. عليه نقول لكم الشيطان اللعين روم النور ما يتراش بالعين، لكن هو جسم من نور، وكذلك الله سبحانه وتعالى هو جسم من نور المنور المعجزات المعجزات الخارقات، معناها بتعرف والله سبحانه وتعالى هو الأعلى عالم العالمين اللي هو معناها أهدى البحث العلمي الحديث لاكتشاف الأدوية لعلاج الإنسان والإنسانة، وكذلك من معامل الصناعات كالسيارات والطائرات إلى آخره، وكذلك حتى صناعة الأسلحة مهما كان نوح لكل دولة بأن تدافع عن نفسها لا أكثر ولا أقل، مش معناها سلاح، معناها لا يسيدي يصنع سلاح المتطور مثلا كفرنسا باش تدافع عن أنفسها، كالولايات المتحدة الأمريكية باش تدافع عن أنفسها، كالمملكة البريطانية العظمى باش تدافع عن أنفسها، وجميع الدول العالم في كوكب الأرض. ولهذا هذاك علاش السيد رئيس الجمهورية الحالي الفرنسية أحبه الله سبحانه وتعالى مع أستاذته التي علمته العلم معناها الثقافة العامة العليا العلمية العلمية، يعني البحث العلمي يجيب العلم يجيب هو اللي قاعد يجيب البحث العلمي الآن اللي يقع فيه اكتشافات جميع الأدوية والعلاج معناها الإنسان والإنسانة وجميع المصانع الصناعية كالسيارات والطائرات والقطارات وإلى آخره، وحتى صناعة الأسلحة ونقوله المدمر أكثرش من هك، لأن هذه الأسلحة تدافع يجعلها الله بأن كل دولة تدافع عن نفسها، وتم تعرفوا معناها غابات إفريقيا الوحوش كيف الحوت يأكل الحوت وقليل جهد الموت اللي فيها الأسود
وفيها معناها الفيلة تعرفوا غابات معناها ناسيونال جيوغرافيك معناها تبعوا معناها كيفاش تشوفوا معناها القوي يأكل الضعيف. وهو نفس الشيء بالنسبة للإنسان والإنسانة معناها القوي يأكل الضعيف لولا معناها يصنع بالبحث العلمي المتطور اللي يجري كالبرق أسلحته الخاصة للدفاع على شعبه كرئيس الجمهورية الفرنسية الحالي فهمتني للدفاع عن شعبه وحماية شعبه الجمهورية الفرنسية. وهذا هو حق وعدل الله سبحانه وتعالى في كوكب الأرض الحالي وجميع معناها منظومة كوكب الشمس من كواكب أخرى ظلماء وفضائها معناها يخرج على الغلاف الجوي الأرض معناها يلقى معناها فضاءات أخرى وكواكب أخرى وإلى معناها أصبر شوية سيقع اكتشاف معناها منظومة ثانية كمنظومة الشمس والثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسبعة معناها تتطلب بألافات الألافات المليارات 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 السنين بلا حدود بالبحث العلمي لاكتشاف ذلك. ولهذا ما تحقروش معناها عظمة الله سبحانه وتعالى كما قاعد يجري الآن في الجمهورية التونسية الحالي معناها لأصحاب معناها السلطة معناها العليا السياسية منها وخاصة معناها رئاسة الجمهورية أو معناها المحاكم العدلية إذا ما ثماش فيها حتى شك لأن المحاكم العدلية في جميع العالم تخلف الله في الأرض في عدالته وهي تحكم بالقوانين لكل دولة لها قوانينها وسياستها معناها ما لا فرق بين دولة جمهورية أو دولة ملوكية دستورية كملك المغرب أو كالسعودية أو كأمير كالكويت أو كقطر أو كسلطنة عمان إلى آخره. معناها النظام السياسي الداخلي لكل دولة الله سبحانه وتعالى لا دخل له في ذلك. وهذا ما جاء به كيف الله سبحانه وتعالى معناها لما آدم وحواء عايشين في الجنة لا بس عليهم يقول لك إنسان عايش في الجنة لا يخدم لا يتعب فهمتني بس تعرفوا أن الحياة كيفاش صراع صراع من أجل البقاء كما غابات أفريقيا فيها الحيوانات الوحوش معناها من الأسد معناها إلى الفيل إلى الغزال إلى 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 كيف معناها الحيوانات في غابة أفريقيا معناها تصارع من أجل البقاء والحوت يأكل حوت قليل جهل الموت لكنهم حيوانات بلا مخ كالإنسان بلا فكر كالإنسان والإنسانة. ولهذا ربي سبحانه وتعالى أكرم معناها الإنسان والإنسانة على بقية الحيوانات مهما كان معناها زواحف أو معناها حشرات أو معناها كما الفيروس القاتل الوباء القاتل كوفيد 19 وغيره من ألوان أو الآن قاعد جاء من جنوب أفريقيا وقاعدين يحاربوا فيه بالبحث العلمي المتطور لصنع أدوية له الفتاك. وإن شاء الله ربي يسهل لكم نقول معناها نعاود وتقولوا أنتم مع الله راهو اسمه راهو الله سبحانه وتعالى يقبل الدعوات. أنا مش أقول لكم ما معنى يقبل الدعوات أنا طلبت ربي سبحانه من قبل من 2011 وكتبت على السيد رئيس الجمهورية الحالي على الفرنس ولا كان الكوغل مابس وصورته في جرمانة بيضة وهكما تراه في الرسم نتاعي. وهو نقول لكم نزيد نفكركم معناها كيفاش حفيدي ولد ولدي بسام توا موجود في فرنسا اسمه ريان وحفيدتي مرام موجودة في فرنسا خرجتهم في آخر جانفي 2014 يعني في نص العام تاع الدراسة وخرجوا معناها واختيارية الوضع معناها أصبح يتدهور اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا في المدارس وخاصة في المدارس. والسيدة الأولى معناها في قصر الإليزيه زوجة السيد رئيس الجمهورية التونسية الجمهورية الفرنسية الحالي تعرف ما معنى التعليم الثقافي العلمي تعرف ما معنى التعليم الثقافي العلمي في المعاهد من الابتدائي للثانوي للجامعات. هذا يا ربي يعطاكم دليل وهني قلت لكم ربي يعطاكم. والصور هذه صورتها هذه معناها وقت كانت الحماية الفرنسية معناها قبل الاستقلال. أنا مولود في 44 1944 معناها
الحماية الفرنسية، الفلاحة الفرنسيين كانت حياتهم كما هكا كما تراو، وقت الصور اللي تراو فيها هذاكم معناها المرأة الفرنسية والمرأة اليهودية، هذه الغريبة التونسية، المرأة اليهودية التونسية، لأن يكره اليهود، وهو مش صحيح، مش صحيح، لأن اليهود شعب اليهودي معناها المرأة نتاعه والفتاة نتاعه كان باتصال معايا على الفيسبوك، والفيسبوك عندي عدة معناها أرقام، عدة معناها لي كونت، معناها تلقى لوبان إسرائيل، تلقى حتى اسم فرنساوي معناها كونت، تلقى معناها اسمي أنا، معناها تلقى آدم، كياتي آدم، تلقى ترامب، تلقى واشنطن، تلقى كريات، معناها في الفيسبوك، وفيسبوك هي مؤسسة معناها تابعة لميكروسوفت الولايات المتحدة الأمريكية، مسجل عندها كل شيء، وهذا هو الدليل، والكوغل مابس مسجل عندها كل شيء من 2011 إلى اليوم. باش الناس باش معناها إلا كان عندهم كل شيء ويتبعوا من 2011 إلى اليوم تيراو هندرا عندي قوة خفية معناها خارقة من تتبعني من مخي من معناها من فكري باش عملتك الشيء هذاك. هذا هو اللي حبيت نوصله ومانيش باش نعاود نقول لكم. السيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحال مع الأستاذة نتاعو اللي علمته الثقافة العامة العلمية اللي دافع على آخر كوكب الأرض الحالي، هو آخر كوكب معناها على البيئة نتاعه الطبيعة نتاعه وعلى الغلاف الجوي، وخاصة الغلاف الجوي، الغلاف الجوي هو جيش جبار للدفاع على كوكب الأرض بساكنه. هاك تعرف الأجرام السماوية كواكب صغيرة حجارة تنزل معناها للأرض معناها بقوة السرعة من الغلاف الجوي وقوة شدة الحرارة توصل ربما 2000-3000 درجة تنفجر قبل أن توصل إلى الأرض. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن كوكب الأرض هو كائن حي يدافع عن نفسه معناه يدافع عن سكانه في كوكب الأرض بالغلاف الجوي، وهذا ما خلى السيد رئيس الجمهورية الفرنسوية الحالي يدافع على الغلاف الجوي، والغلاف الجوي يعتبر معناه المناعة القوية لحماية كوكب الأرض الحالي، ووقت مش يوقع حماية المناعة لكوكب الأرض الحالي هو الحماية على الغابات في غابات أمازون في دولة البرازيل اللي رئيس الجمهورية نتاعها أصبح معناها عدو لرئيس الجمهورية الفرنسية، اللي رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي اللي هو يدافع بحق الله وعدل الله سبحانه وتعالى، وكل كوكب الأرض بسكانه من إنسان وإنسان وحيواناته ومعناها الخضر والأشجار لأن كلها الأشجار والخضر وغيرها فهي كائنات حية تتنفس مثلنا، فهي كائنات حية تتنفس من المد، والغابات في أفريقيا معناها وسط أفريقيا معناها هذيك لازم تكون معناها محافظ عليها، والغابات وغابات الأمازون حتى يكون موجود التوازن كتوقيت غرينيتش بلندن، توقيت غرينيتش بلندن الدول كلها تعدل معناها أوقاتها على توقيت غرينيتش بلندن، وتعرفوا كيف معناها ما معنى توقيت غرينيتش هو قلب معناها في وسط كوكب الأرض، وأنا مانيش باش نوريكم العلوم لأن لكم علماء، علماء كل النواحي، علماء معناها أكفية، علماء معناها إنسان وإنسانة يعرفون جيدا معناها وصلتوا معناها غزوتم الفضاء العائية فوق الغلاف الجوي وعرفتوا معناها ما هي قوة الله سبحانه وتعالى العظيم. هذا ما قلهوكم ومش نعاود نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه دعوة لله سبحانه، معناها أشكر الله وأحمده وأن السيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي وزوجته الأستاذة اللي علمته معناها البحث لعلمات وثقافة العامة العلمية باش يحمي كوكب الأرض الحالي الأخير، نقول نشكر الله ونوحن وأحمده، لكن سأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يخسر أنعم عليهم غير المغضوب عليهم، يعني يا ربي أنعم وغير المغضوب عليهم على الإنسان والإنسانة معناها اللي معناها شعارهم الصدق في القول والإخلاص في العمل لصالح معناها
صدقه وقول الله سبحانه وتعالى لحماية كوكب الأرض وغلافه الجوي كالسيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي وأستاذته في التعليم السيدة الأولى زوجته المحترمة البطلة، وإن شاء الله ربي يبقيهم جميعا معناها بسلامات. ومدام معناها الشيطان اللعين اللي معناها فهمتي أنزل آدم إلى الأرض لينتقم منه، ونقول له قصر الإليزي هو ملك الله سبحانه وتعالى 100%، وهو محمي بحول الله من الله سبحانه وتعالى ضد الشيطان اللعين. والشيطان اللعين ما دمتم يا سيادة رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي والزوجة نتاعك المعلمة نتاعك المحترمة في قصر الإليزي، نعلمكم وأن الشيطان اللعين لم يقترب من قصر الإليزي بتاتا بالأمس واليوم وغدا ما دمتم أنتم فيه، وربي يحميكم وهو حاميكم من هذا الشيطان اللعين، لأنكم تأمنون بآية الكرسي وتأمنون بعظمة الله سبحانه وتعالى. وفصلتم الدين، لأن ما معنى الدين؟ فصلتم أنتم ديانتكم مسيحية، فصلتوا الدين، معنى هذا الدين هو الدستور من بين الإنسان والإنسان والله سبحانه وتعالى فقط، ما عندوش دخل. الدين هو الدستور لله سبحانه وتعالى بين الإنسان والإنسان فقط، أي الدين هو الدستور معناها بين آدم وحواء ليخرجوا خرجهم الشيطان من الجنة فقط، معناها السياسة السلطوية ما عندوش دخل فيهم. الدين هذا حب الدين الإسلامي حب الدين اليهود، هذا هو الله سبحانه وتعالى كيف أحب، معناها تلقاه في الفيديو الأولاني هذا الثاني، كيف أحب حبا جميلا وشديدا رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي وزوجته، لأن فرنسا هي اللي ثارت على الكنائس وحرقت الكنائس وفكت لهم الأملاكم والذهب خداوة والنحاس والحديد عملوها أسلحة، وما نمشي بجنعاود الثورة الفرنسية العظيمة اللي كانت سبب من أسباب الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الكنائس بعيدة على السلطة السياسية. والسيد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي يعرف كيف معناها الإسلام السياسي الإرهابي السياسي اللي عامل سوى يحاكم فيهم وبنى لهم قاعة، معناها المحاكمة التاريخية الإرهابية الإسلامية المتطرف، يعني هو قال إسلام السياسي الإسلام السياسي السلطوي لا مكان له في فرنسا وله الحق في ذلك 100%. وأقول له هو ومعلمته زوجته معناها قل له إن شاء الله ربي دائما معكم ما دمتم في قصر الإليزي، ما دمتم مع الله سبحانه وتعالى وتنفذون أوامر الله سبحانه وتعالى معناها بسلوكه وبآية الكرسي وبعظمة الله سبحانه وتعالى، ولكم الشكر والسلام.